الصيام مش بس عن الأكل والشرب، لا كمان عن الأدوية لحد ميعاد الفطار. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إيه هي الأدوية اللي بتفطر وإيه هي الأدوية اللي ما بتفطرش. يلا بينا. في البداية كده خلينا متفقين إن أي أدوية بتوصل للجهاز الهضمي عن طريق الفم أو الأنف أو الحقن الوريدي دي بتفطر. طيب إيه هي بقى الأدوية دي؟ أدوية الشرب، الاقراص، الادويه بتاعت التغذيه الوارديه زي الكانيولا وبخاخات الانف. يبقى لو احنا في الصيام زي رمضان مثلا لازم نرجع للدكتور بتاعنا تاني عشان نشوف ان الادويه اللي احنا بناخدها دي دلوقتي هينفع ان احنا نوقفها طول فتره الصيام ولا لازم ان احنا اجباري ناخدها عشان حالتنا الصحيه ما تسمحش. طيب كده اتكلمنا عن الادويه اللي بتفطر، ايه بقى الادويه اللي ما بتفطرش؟ اول حاجه وهي القطره اللي بتتاخد عن طريق العين او الاذن، وتاني حاجه القطره اللي بتتاخد عن طريق الانف بس بشرط ان هي ما توصلش للمعده، تالت حاجه كل الادويه اللي بيمتصها الجسم عن طريق الجلد زي الكريمات والمراهم، رابع حاجه اللبوس، خامس حاجه الغسول المهبلي، سادس حاجه الحقن الشرجيه، سابع حاجه الحقن اللي بتتاخد تحت الجلد او في العضلات او في المفاصل، تامن حاجه غسول الفم بشرط ان احنا ما نبلعش وقت المضمضه، تاسع حاجه والاخيره وهي اجهزه استنشاق الاكسجين. وبس كده خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى اكون عرفتكم ايه هي الادويه اللي بتفطر وايه هي الادويه اللي ما بتفطرش. لو لسه عندك اي استفسار سيبه لي في الكومنتس تحت وانا هرد عليك. ما تنساش لايك شير فولو، ولو استفدت من الفيديو ادعي لي دعوه بظهر الغيب. سلام.